معقولة معقولا والصوت والصوت جدا جدا واضح. واضح. جزاك جزاك الله الله خير. خير. واليوم واليوم كذا كذا أحسن أحسن الصباح صباح اللي نقدر نقدر نصدح نصدح بالأصوات. بالأصوات. صحيح، إن شاء إن الله شاء الله التركيز يكون التركيز يكون أكثر أكثر والناس والناس يعني. يعني إن شاء الله صحيح، إن شاء الله موفقين. إن شاء الله إن شاء الله. تحب تحب نبدأ نبدأ الآن الآن ولا ولا نستنى نستنى كمان كمان شوي؟ شوي؟ ممكن بعد الزملاء يمكن 4 5 دقائق أو كذا. أوكي، أنا أنا هذا الأمر أتحرك مضبوط مضبوط مني. مني. خلاص شكرا. شكرا. معكم معكم أختكم أختكم دكتورة دكتورة صفاء صفاء علام، علام، استشارية استشارية الأسرة الأسرة في في مكان مكان مساعدة مساعدة الرعاية الرعاية الأولية، الأولية، مع مع الزميلة الزميلة الرائعة الرائعة دكتورة دكتورة ألحان ألحان، مدير مدير التدريب التدريب والأبحاث والأبحاث في في مكان مكان مساعدة مساعدة الرائعة الرائعة الأولية. الأولية. هذه هذه المحاضرة المحاضرة سلسلة سلسلة من من المحاضرات المحاضرات طوال طوال شهر شهر رمضان رمضان إن إن شاء شاء الله، الله، مناطق مناطق جزاك جزاك الله الله خير خير والتجمعات والتجمعات بتستضيفونا لإلقاء لإلقاء هذه هذه المحاضرة المحاضرة أنا أنا وأختي وأختي دكتورة دكتورة ألحان. ألحان. الهدف الهدف من من هذه هذه المحاضرات المحاضرات هو هو أن أن تسمعوا تسمعوا لنا لنا ونسمع ونسمع لكم لكم إن إن شاء شاء الله، الله، نوصل نوصل بتوصيل، بتوصيل، نصل معاكم، نفهم نفهم كلنا كلنا مفهوم المشروع المشروع هذا هذا الجميل الجميل اللي اللي كلنا كلنا نحلم نحلم فيه فيه كمقدمين كمقدمين للرعاية للرعاية الصحية الصحية الأولية الأولية في في المملكة المملكة العربية العربية السعودية. السعودية. توكلنا توكلنا على على الله. الله. طبيب طبيب لكل لكل أسرة أسرة اللي اللي هو هو الرعاية الرعاية القائمة القائمة على على الفريق الفريق الصحي. الصحي. حيكون حيكون محتوى محتوى كلامنا كلامنا اليوم اليوم إن إن شاء شاء الله الله عن نموذج نموذج الرعاية الرعاية الحديث الحديث اللي اللي هو هو مدرس مدرس كير، كير، ونموذج ونموذج الرعاية الرعاية الصحية الصحية الأولية الأولية المحسنة المحسنة إنهانس إنهانس برايمري برايمري هيلث هيلث كير، كير، ونموذج ونموذج الرعاية الرعاية القائمة القائمة على على الفريق الفريق الصحي الصحي تيم تيم بيست بيست كير. كير. وإيش وإيش علاقتهم علاقتهم مع مع بعض بعض وإيش وإيش المقصود المقصود فيهم فيهم وإنهم وإنهم كلهم كلهم يصبوا يصبوا في في مصب مصب حدد. حدد. بعد ما بعد ما نتكلم عن نتكلم عن الثلاثة الثلاثة وهدول هذول حنتكلم هنتكلم بالتفصيل بالتفصيل عن عن الفريق الفريق الصحي. الصحي. لكن لكن قبل قبل كده كده نحتاج نحتاج نقول نقول حاجة حاجة مهمة، مهمة، إنه إنه ليش ليش هذا هذا كله كله حاصل حاصل الآن؟ الآن؟ للسبب للأسباب للأسباب التالية. التالية. هناك هناك عبء عبء وباء وباء في في المملكة المملكة العربية العربية السعودية السعودية وعبء وعبء كبير. كبير. العبء العبء الوبائي الوبائي هذا هذا متمثل متمثل في في ثلاث 3 محاور. محاور. المحور المحور الأول الأول اللي اللي هو هو أسلوب أسلوب الحياة الحياة غير غير الصحي. الصحي. والمحور والمحور الثاني الثاني الوفيات الوفيات المبكرة. المبكرة. المحور المحور الثالث الثالث زيادة زيادة الحالات الحالات المزمنة. المزمنة. ولو ولو نظرنا نظرنا سويا سويا لهذه لهذه الأرقام الأرقام اللي اللي عندي عندي أمامنا أمامنا سنجد سنجد أنها أنها مزعجة مزعجة جدا. جدا. بالنسبة بالنسبة لمحور لمحور أسلوب أسلوب الحياة الحياة غير غير الصحي الصحي ستجد ستجدوا أن أن 75% 75% من من المجتمع المجتمع لا لا يجرون يجرون فحوصات فحوصات منتظمة. منتظمة. 60% 60% يعانون يعانون من من زيادة زيادة في الوزن الوزن أو أو من من السمنة. السمنة. 60% 60% لا يمارسون أنشطة طبعا كمان الرقم أعتقد أنه المتواضع متواضع الرقم الرقم الحقيقي الحقيقي والله والله أعلم أعلم فيه فيه أكيد أكيد المكتب المكتب كذا كذا مدخنين. مدخنين. طيب طيب الوفيات الوفيات المبكرة المبكرة والعلامات والعلامات لله لله ولكن ولكن كل كل شيء شيء سبب. سبب. 46% 46% من من وفيات وفيات الأمراض الأمراض غير غير المالية المالية المزمنة المزمنة بالمملكة بالمملكة العربية العربية السعودية السعودية تحدث تحدث في في السن السن المبكرة المبكرة مقارنة مقارنة بما بما نسبة نسبة بما بما بنسبة بنسبة معدوم معدوم 25% 25% في في غير غير أوروبا. أوروبا. وعندنا وعندنا حوالي حوالي تقريبا تقريبا 8000 8000 حالة حالة وفاة وفاة سنوية سنوية نتيجة نتيجة حوادث حوادث الطرق. الطرق. عندنا عندنا 27 27 حالة حالة وفاة وفاة من من 100 ألف100 ألف سكان سكان مقارنة مقارنة بما بما دون دون 15 15 حالة حالة في في معظم معظم الدول الدول المقدمة. المقدمة. عندنا عندنا زيادة زيادة في في الحالات الحالات المزمنة المزمنة عندنا عندنا أكثر أكثر من من 45 45 حالة حالة مزمنة مزمنة متوقع متوقع زيادتها زيادتها لتكون لتكون 18 18 ملايين ملايين في في حالة حالة في في 2030 2030 أقل أقل من من 10 10 سنين. سنين. الأرقام الأرقام هذه هذه مزعجة مزعجة جدا، جدا استدعت استدعت أن أن الحكومات الحكومات تحول تحول في في الخدمات الخدمات الصحية الصحية في في المملكة، المملكة، ولكن ولكن احتاجت احتاجت أن أن يكون يكون هناك هناك أهداف أهداف استراتيجية استراتيجية لهذا لهذا التحول. التحول. الأهداف الأهداف الاستراتيجية الاستراتيجية تمحورت في تمحورت في 4 أهداف.4 أهداف.
الهدف الأول تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، الهدف الثاني تعزيز جودة الخدمات وكفاءتها، الهدف الثالث تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والهدف الاستراتيجي الرابع فرض نفسه على الساحة وهو تعزيز السلام الدولي. لما نيجي نتكلم عن الهدف الاستراتيجي الأول، تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، تسهيل الحصول على الخدمات الصحية مسافة وزمنا، ومعنى ذلك أنك تسهل حصول هذه الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة عبر أربع عناصر. الفكرة أقرب أن يكون لديك القدرة الكافية إجمالية لأسرة المستشفيات والطاقة الطبية، يكون لديك توزيع جغرافي ملازم حيث المسافة بين من يقدم الخدمة ومن يتلقاها، الوصول في الوقت المناسب، يعني ما يكون الوقت حتى تصل الخدمة للمراجع طويلة كبيرة مزعجة في وقتها المناسب، القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية للأسرة. كده نكون قدرنا نسهل حصول هذه الخدمات. اللي بعده، انا ابغى خدمات صحيه، ابغاها توصل في الوقت المناسب في المسافه المناسبه بالتكلفه الاجماليه المناسبه، وكل لدي القدره الاجماليه. كيف تحتاج نجود وكفاءة هذه الخدمات، ما تكون فقط ارقام وصلنا قدمنا منا عندنا رقم فلاني، لا، نبغاها بجودة عالية بحيث نركز على تعزيز جودة الخدمات المقدمة مع التحكم بالتكلفة الإجمالية عبر ثلاث أبعاد لهذه الجودة. أن يكون لدينا موثوقية جيدة لتقليل الأخطاء الطبية، فعالية العلاج الطبي بوجود مدارس سريرية جيدة، تجربة المستفيدين من هذه الخدمات، هم المرعاة لهذه الخدمات، القوة المطلقة لهذه الخدمات، تجربة المستفيدين ساعدنا في تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات. طيب، احنا هذا بالنسبة للمرض، احنا ليش نستنى المرض؟ اذا احنا عندنا الاستراتيجية الثالثة فرض نفسنا ايضا لابد من تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، ووجود نظام الصحة العامة ضد الأزمات الصحية، وهناك عنصرين مهمين في هذا الهدف. الصحة الوقائية العامة مثل الوعي والتقييم والتحكم في التعرض للأمراض المعدية والمعدية، التعامل مع الأزمات الصحية بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية والكورونا، أفضل مثال لهذا الحمد لله المملكة أنجزت إنجاز ليس لها مثيل صراحة، والله يعين ويكفي هذه الكوارث. طيب، السلام المرورية فرضت نفسها كهدف استراتيجي رابع جدا مهم، تنعكس السلام المروري في ثلاث جوانب: تقليل الوفيات، تقليل الاصابات بالحوادث المروريه او الحوادث التي تحصل الاصابات بالحوادث، قصد ممكن الفرد يصير عاجز ويؤثر على الاسره وعلى المجتمع تبع لذلك، وتقليل انتشار الانتهاكات الخطيره للسلام المروري. إذا بدنا نوصل لهذه الأهداف الاستراتيجية، حنصل جميعا إن شاء الله لما نصبر. طيب، هذا استدعى يكون لدينا حول بوجود نموذج الرعاية الحديث. نموذج الرعاية الحديث هو مشروع وطني يهدف لتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين من الخدمة في المملكة العربية السعودية، بما يكفي أعلى مستويات الجودة والكفاءة للمستفيد ولمن يقدم الخدمة. كويس، ويوفر البيئة المهنية الأمثل للممارسة الصحية. أنا إحنا بس قدم خدمة، أنا بقدم خدمة أحتاج أكون بيئة مناسبة لأقدم هذه الخدمة، ويأتي تقديم نموذج مراعي لحاجات الخدمات الصحية في المملكة لتحقيق ماذا؟ تحقيق برنامج حول وطني 2020 وأهداف الرؤية 2030. طيب، الوردة هذه التي أمامكم لو لاحظتوا هذه الوردة كثير يحكوا عنها، وردة نموذج الرعاية الحديث مودل أوف كير. في السنتر في وسط هذه الوردة اللي هو الفرد المفعل بكل ما يحتاجه من الصحة البدنية والصحة الاجتماعية والصحة النفسية، يكون لديك فرد مفعل أي ممكن من الصحة بأسرته. كويس، وبالتالي لديك مجتمع صحي، لديك فرد فعال صحي، لدي أسرته تصبح صحية، وبالتالي مجتمع صحي. إذن السنتر وهدف النموذج الرعاية هو هذا الفرد وأسرته والمجتمع. كويس، لديها
لمراحل متقدمة، ولكن الخدمات مش فقط إن والله يكون عندي رعاية أولية ومستشفيات وخدمات متخصصة. الآن لدينا حزمة من الخدمات الصحية متمثلة في مجموعة من الخدمات تحت حزمة معينة. الحزمة الأولى الرعاية الوقائية، الحزمة الثانية الرعاية التوصيفية، حزمة رعاية الأمراض المزمنة، رعاية النساء والأطفال، الرعاية الاختيارية، الرعاية العاجلة، الرعاية الوقائية والوقائية. إذن أنا هذه الخدمات كلها تصفين في هذا الفرد والمجتمع الصحة. الطريقة التي أقدم لها فيها هذه الرعاية لما أمكن هو الفرد ومكن عائلته ومكن المجتمع من يكون فعالين في تحسين صحته، بعدها ما أنا أقدم الرعاية الافتراضية والرعاية الأولية. الرعاية الأولية يفترض أن هي الأساس، هي البوابة لأي خدمات صحية، هي التي تشمل هذا الفرد والمجتمع. وين عجلتك؟ عليا في الأوضة كنت أشوف الأوضة كنت شالعة. يا ريتكم الله يرضى عليكم تقفلوا المايك. اللي دخل الله يرضى عليكم تقفلوا المايك. طيب إذا احتجنا وجدنا أن الفرد يحتاج بعد الرعاية الافتراضية والرعاية الأولية، يحتاج لتحويل رعاية المستشفى العام والتخصصية، يتم التحويل ولا فضلا لا أمر. أكون جدا شاكر للجميع. يغلق المايك. ممكن؟ مهزلة. والله العظيم مهزلة. طيب. ماذا نعني لما نقول لنا الرعاية الأولية المحسنة؟ الأولية المحسنة على قطب النموذج الرعاية القائمة على الفريق. الرعاية الأولية المحسنة على قطب النموذج الرعاية القائمة على الفريق تندرج تحت نموذج الرعاية الحديث. إذا نموذج الرعاية الحديث احتاج حزم الرعاية الخدمات التي تقدم في المراكز الصحية. لذلك أطلق عليها الرعاية الصحية الأولية المحسنة. الرعاية الصحية الأولية المحسنة هي نموذج الرعاية الذي تم تصميمه في مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الأولية بالمراكز الصحية والمجتمع، وبطريقة رعاية قائمة على القيمة ومحورة حول المواطن وأعلى مستوى من الجودة والتكامل إمكانية وصول تلك السكان من نموذج الرعاية الجديدة. إذا نموذج الرعاية الحديث هو البشر الشرق الأوليين تحتاج حزمة من الرعاية الصحية مندرجة تحت الرعاية الصحية الأولية المحسنة. طب هذا يدخلوا في الرعاية القائمة بالفريق هي الآلية لتقديم هذه الخدمات. الخدمات الموجودة تحت حزمة الرعاية الأولية المحسنة. إذا هي الآلية التي تقدم هذه الخدمات بحيث تتكون من مستويين من الفرق الصحية، فريق الشبكة وفريق المركز الوجود داخل المركز. كويس؟ إذا أرجع لها تاني، عندنا تحول الشغل في المجال الصحي، لدينا نموذج رعاية صحية تدور حول الفرد والمجتمع الصحي بحزم من الخدمات الصحية. الحزم هذه هي خطة تبع المنهج ومنها صدر أصبح هناك شيء موجود اسمه الرعاية الصحية الأولية المحسنة إنهانس برايمري هيلث كير، والآلية التي تقدم فيها هذه إنهانس برايمري هيلث كير بنموذج الرعاية القائمة على الفريق. حلو، الآن قلنا الرعاية الصحية الأولية المحسنة ونموذج الرعاية. إيش هي دي الحزم؟ هي موجودة في الوردة بشكل ذكرناها في الشرائح السابقة. الرعاية الوقائية تحتها خدمات أساسية وخدمات أساسية إضافية. وهكذا كل الحزم الخدمات الصحية تبع الرعاية الأولية المحسنة تحتها خدمات أساسية وأساسية إضافية. الأساسية موجودة في كل المراكز الصحية، الإضافية من اسمها تكون في بعض المراكز وبعض المراكز لا تكون موجودة فيها. لو جينا عليها بالتفصيل، مثلا الرعاية الصحية الوقائية والنسكير تحت 11 خدمة أساسية، ثلاثة منها إضافية. كويس، نيجي على السيرفر للمسهل المثال. السيرفر للولادة المؤمنة لدينا خمسة خدمات صحية تبع الإنهانس برايمري هيلث كير الرعاية الأولية المحسنة، حنلاقي أربعة منها أساسية لازم تكون موجودة في كل المراكز الصحية. الخامس اللي هو الزواج الصحي موجود في بعض المراكز، وهكذا.
فبالتالي هناك بالطريقة هذه تنظم العمل بحيث أن عندنا نموذج رعاية الصحية ونموذج الرعاية الصحية أصبح أن تندرج تحته إنهانس برامري هيلث كير سيرفيسز خدمات الرعاية الصحية الأولية المحسنة بحزم الأساسية والأساسية الإضافية وتقدم آلية تقديم هذه الخدمات عن طريق الفريق النموذج الرعاية القائم على الفريق هو تطبيق كل أسرة. إيش هو هذا النموذج الرعاية القائم على الفريق الصحي؟ فكرة المشروع هو يوحل لكل من يقدم الرعاية الصحية الأولية في المملكة وفي أي مكان في العالم والمملكة الباقة هذا الموضوع الحمد لله. تكوين الفريق الطبي في الرعاية الأولية في المركز الصحي بحيث يتكون طبيب واثنين من كادر الصحي اللي هو مطمرين ويكون كل فريق مسؤول عن الرعاية الصحية لمين؟ لمجموعة محددة من الأفراد والأسس أدنى للفريق الواحد 2000 شخص تهدف إلى رعاية صحية متكاملة مستمرة وقائية علاجية متابعة تقديم الخدمات العلاجية التنسيق لها بما يطلق جميع الأفراد الخدمات الصحية المبالغة لها حسب الجنس والحالة الصحية وبالتالي ينعكس إيجابا على صحة الدكتور. هل هذا شيء جديد؟ مهم جدا نحط بالنا هذه الطريقه ليست جديده هي اعاده التصميم بالطريقه التي تقدم فيها الرعايه الصحيه الاوليه ويسعون القالب الذي يتم عبره تطبيق البرامج والخدمات الصحيه بعد ما كان الدكتور لوحده يشتغل الممرض لوحده يشتغل الحيوان لوحده يشتغل الاداره لوحده يشتغل الان اصبح فريق واحد يقدم نفس الخدمات بروح الفريق. إذا إحنا من نقدم خلوات المركز الصحي والآن كوننا فريق يقدم هذه الخدمات نفسها ولا يمكن الفريق متكامل. الشبكة ذكرت لكم في شبكة إيش قاعد إيش نقصد بالشبكة؟ هي لو ببساطة شديدة لدينا 3 أو 10 مراكز صحية موجودين في منطقة جغرافية. هذول الثلاثة والعشر مراكز في المنطقة الجغرافية هذه اسمها وحدات تنمية صغيرة أو شبكة أو نتورك. هذول النتورك الموجودين في منطقة جغرافية محددة تشمل 13 مراكز لديها فريق إداري وإشراف مهام من الفرق الصحية والإشراف عليها ويقوم فريق الوحدة الفنية والشبكة بتقديم الخدمات الاستباقية المجتمعية زي المدرسية والمال التوعية وخلافه وأيضا تقدم ترتيب الخدمات الحكومية والتخصصية داخل وخارج هذه الشبكة والتنسيق. كويس؟ نيجي الآن نتكلم عن الفريق نفسه. الفريق داخل المركز الصحي الواحد هيكون في فريق واحد على الأقل. أنا كيف أكون هذا الفريق؟ الفريق يتكون على الأقل في كل مركز صحي على الأقل فريق واحد ومن زيادة الفرق بالتدريج. قائد المشروع في المنطقة والتجمع مسؤول عن إعداد الفرق تنظيم عملها. يتكون الفريق من أعضاء أساسيين طبيب ممرض منسق حالة ويمكن إضافة مدرس صحي حيث يوفر أفضل مركز من المدربين الصحيين أو تكون خدمات مشتركة بين الفريق الصحي وباقي الخدمات الموجودة في المركز الصحي وباقي الفرق. الفريق يتكون من عدد أكثر أو أقل من عدد الأساسيين حسب القوى العامة والكثافة الإنسانية بشرط مهم جدا. الفريق الواحد لا يتجاوز عدد الأطباء في طبيبين وبالتالي إذا كان طبيب واحد الحد الأدنى للأفراد الحد الأدنى أصلي الأفراد الأدنى الفريق هذا في طبيبين الحد الأدنى من أربعة عالم. أوكي؟ بس ما يزيدوا عن طبيبين في هذا الفريق. طيب إيش هي مهام ومسؤوليات أعضاء هذا الفريق؟ مهام ومسؤوليات هذه الأعضاء الفريق نبدأ أول شيء في الشبكة. إحنا قلنا إنه في احتمال يكون في مراكزكم في منطقتكم أو تجمعكم في شبكة. الشبكة هذه شبكة واحدة لها مشرف في الفريق الطبي. أوكي؟ يحتاج يكون استشاري طبيب أسرة بحيث وهو نفسه ممكن يكون في المركز اللي يشتغل فيه عضو في الفريق ولكنه مشرف على الفرق الطبية في الشبكة هذه. يشرف على الفرق في المراكز الصحية الأولى والشبكة وضمان جودة الرعاية وضمان ديناميكية الفرق الإنسان تقديم الاستشارات الطبية على الحاجة والتواصل مع الفرق في المراكز الصحية الأولية وقيادة هذه الشبكة ورفع التقارير. كويس هذه الشبكة. طب الفرق المركز الصحي أعضاء الفريق ما هي مهامه؟ لدينا فريق مركز صحي في فريق الفريق ده موجود فيه طبيب ومطمرين. الطبيب ممكن يكون طبيب أسرة أو طبيب بيبي إذا كان طبيب الفريق استشاري أو طبيب استشاري الأسرة لا حاجة للإشراف عليه.
المهام المسؤولة ومهام المسؤوليات هذا الطبيب هي بالضبط المهام الذي يقدمها كل طبيب في المسجد الصحي. ما في شيء جديد، الشيء الجديد الوحيد انه هو الان يسأل المريض المراجع معه انت مسجل في فريق ولا لا، اشرح له ايش اهمية الفريق والفائدة اللي نعود عليه، واذا واصل يكون في فريق يحاول يضمن ان هذا المراجع سجل في فريق وان المراجع ده عارف اسم الفريق وعارف اسم الطبيب ويشرف بمعنى آخر يشرف على الاستشفاء في الفريق. كمان من مهام هذا الطبيب الإضافية يعني هو الآن أصبح عنده إذا كان طبيب واحد في الفريق عنده 2000 مراجع سجلوا مني ما حد أدنى. تحتاج إن أنت طبيب تصنف المراجعين المسجلين حسب الأقسام العمرية والمرضية وعوامل التخطورة، وأحتاج إن أنت من الأصل بتعمل خطة علاجية، خطة رعاية ووقاية لمنطقة أصلاً نقص. الآن أنت تراجع دورك إنه الفريق حقك يعرف إيش هي الخطة العلاجية للشخص اللي مسجل عندك في الفريق، ودورياً تقيم شكل هذا المراجع حالك وتنظم الحالة والإفادة الراجعة لهذه الحالة وتوفر الرعاية الصحية الاستباقية المتكزة على هذا المريض. يعني إيه؟ يعني أنت تطلب خطة علاجية ووقاية لأعرف اسم السبقة استباقية هي محتاجة حالها متى مفهوم إنه قيمه عديته متى نفرض عمله الفحص المبكر للأمراض النمط الحياة للأمراض المزمنة أو الأمراض السرطانية وهكذا. التمريض دورهم جوهري يدا مع الطبيب، يحتاج أنهم يديروا الخدمات التي يقودها المريض في المركز الصحي خاصة في الفحص المبكر مع الطبيب، يتأكد أن كل المراجعين المسجلين في هذا الفريق اكتمل بياناتهم وملفهم، مساعدة مع الطبيب التعامل معه أنهم صنفوا السكان المسجلين في الفريق عندهم حسب الفئات العمرية والمرضية أو عوامل التخطر. التصنيف هذا مهم جداً حيساعدكم في أن توصلوا للأشخاص اللي محتاجين لهم في الرعاية قبل غيرهم. تنظيم الأنشطة التي تستهدف فئات محددة من المرضى مثلاً حسب ما صنفتم لقيت اللي في مجموعة وما تحتاج ماموغرام، في مجموعة تحتاج تتحول للماموغرام طلع في مشكلة، مجموعة تحتاج تحول عشان نعمل فيستس ليكون مسلسل، محتاج تحول عشان كولونوسكوبي ومتابعة هذا الموضوع، مجموعة تحتاج سكرينينج للكولونوسكوبي، في مجموعة عندها مشكلة في أدوية حقتهم زمان ما راجعناها وهكذا. منسق الرعاية الحالات يحتاج يكون عنده مرحلة صحي وهو قلب هذا الفريق من اسمه منسق الحالات، هو عليه ترتيب وتنظيم المواعيد وجدول كشف صحي دوري حسب ما يحطها الدكتور في خطة الرعاية، هو عنده قائمة بالمسجلين وتصنيفهم ويعرف مين عمل خطة العلاج ولا لا، متابعة المدخلين في المواعيد ومتجدولتها، التواصل الفعال مع المرضى ومقدمي الرعاية مع الطبيب والله سلام ما جاء مواعيده، ونحاول ننظم مواعيد بالمتابعة معهم. تم تحضير بعض المراجعين للمستشفيات أو المراكز التخصصية أو لعمل أشعة أو لعمل تحاليل تخصص وغيرها، يحاول يتابع مع معهد التحليل ويتأكد من استقبال إفادة راجعة لهذا التحليل وإبلاغ الطبيب فيها. تنظيم العمل بين مقدمي الرعاية وبين وصول المراجعة للرعاية مستمرة، وشاركة المعلومات المراجعة جميعها، مثلا المراجعة والله أكثر من 4 مواعيد ما بيجي، ومن التواصل معه طلع عنده مشاكل اجتماعية أو كبير في السن وقال يجي، فنقدر إحنا كفريق نرتب مع زيارة سنية من الله في طبيب مريض يحتاج زيارة سنية مثلا هذا مثال. متابعة مواعيد ونمط حياة المراجعة ويسجلها بيبي، توفيق خطة المتابعة وتسجيل المسحبين والمتابعة وتجمع البيانات عشان يشاركها مع الفريق. نيجي على المدرب الصحي، المدرب الصحي هذا إضافة على المراقبة الرعاية الأولية وعدد الدليلين، وقد يكون مدرب صحي غض مركز صحي واحد أو أكثر من مركز صحي واحد، وصعب أن يكون مشمول خدماته في فريق واحد، طبعا خدماته يتم التحليل له من قبل الفريق الطبيب الخدمات، يحتاج يكون عنده يكون مثقف صحي أو أخصائي طبي ولديه شهادة صحية دائما شهادة مدرب صحي. دور المدرب الصحي من اسمه يمسك المراجع يكون مدرب فيه تقييم حياته وتمكينه من أن يختار اختيارات النفس الخراط المجتمعي. أكون جدا شاكرة ومقدرة إذا يدخل الله يحفظكم يتأكد أنه هو عمل نفس اليوم.
طيب انا عرفت مهام مسؤوليات كل فرد في هذا الفريق او الخدمات اللي تدخل في خدمات الفريق. انا كيف اسجل المراجعين؟ تسجيلهم لها اكثر من آلية، ايضا حسب سجلات المراجعين او عن طريق زوار المركز. سجلات المراجعين ارجع السجلات لثلاث اربع شهور ماضيه واشوف السجلات النشطه واخذ منها ملفات الطلبه واخذ منها بيانات واتواصل معهم واشرح لهم الفكره واخذ وظيفتهم واسجلهم ونبلغهم ايش اسم الفريق. نفس الشيء على زوار المركز يكونوا موجودين فين؟ في الاستقبال صاله الانتظار بعيادة الطبيب، وكمان المركز لو عنده نشاطات توعويه من نشاط منه ينشرح للزوار ايش هو الفريق ويشجعهم في الفروق وهم يسالوا عن الموضوع. احنا اكثر من طريقه نقدر نسوق لهالموضوع بحيث المراجعين يفهموا يعني ايش فريق واهميه هذا الفريق. لازم نتذكر الامور التاليه: يتم ابلاغ المراجع بالنفس الجديد للرعايه وقال على تصحيح واهميته، يتم تعريف المراجع بفريق الخاص المخصص له حاله واثق وهو يسجل. بعد التسجيل يجوز للمراجع ان يطلب الفريق اللي هو فيه يطلب تحويل الفريق اخر بطريقه رسميه. يكون التسجيل اختياري بين الفرق الصحيه، يعني انا فرد الان واسره التسجيل في الفريق، انا ما ابغى اقدم مع انا قام في مطلق الحريه فقدر انه انا اسجل في فريق اخر كويس، لانه مطلق هذه من الاساسيات اللي احنا بنقول الفرق يفهم يوافق ويسجل، ما وافق ما نسجل. يحق للمريض رفض التسجيل. هل نفقد الامل فيه؟ لا طبعا. نحاول مرة واثنين ثلاثة وهو أصلا مع لما يكثر الموضوع هيشوف جيران وأهله مستفيدين من هذه الروح الفريق وأحيط من نفسه كل ما نشوفه نشرح له. الهدف من تسجيل المرضى هو الوصول إلى حد أدنى 2000 مراجع لكل فريق في طبيب واحد، 4000 مراجع لكل فريق في طبيبين حد الأقصى للأطباء. حد الأدنى هو 2000. يجب مراجعة حقوق المرضى المنصوص عليه بوثيقة الاقتصاد لوزارة الصحة، وهذا تجدوها إن شاء الله في موقع الوزارة. طب الزوار المركز الصحي هذا ايش يسوي فيهم؟ الزوار المركز الصحي تقديم الخدمة لهم زي أي باي طرف، ولكن تسجل زيارتهم في سجل الزوار وليس في سجل الفريق حتى لو شافهم الطبيب اللي في الفريق. طيب. آلية تقديم هذه الخدمات، اختصرنا الموضوع في شريحة واحدة. يقوم الفريق الصحي في مركز الرعاية بتقديم الخدمة لمجموعة السكان، تقديم الخدمة الطبية والدليل من غير الرعاية الأولية الحسنة للحاس برايمري هيلث كير بحزام أساسية وإضافية. يتم تحديد السكان المسجلين تصنيفهم حسب الفئات العمرية والنوعية أو ذات الخطورة المستهدفة، ونقدم هذه الخدمة من حد الموقع الاستباقية القادمة لكل فرد بالفئات المذكورة في التصنيف. واختار الشخص المعني بالوعيد ثم موعدها. يتم عمل جدول يومي للمستهدفين في الخدمة من أفراد الفئات المختلفة حسب هذا تصنيفه، وفي كل يوم احنا كفريق نجلس مع بعض ونشوف مين اللي حضر ومين اللي حضر، ويتم التواصل مع المتخلفين عن الحضور. في نقاط معينة حذكرها وارجع اشرح لكم بالضبط كيف يقدم هذه الخدمات. في بعض المراكز الصحية يوجد بها أكثر من فريق، من الخدمات الصحية الإنسان الموجودة زي المقتبر الصيدلي الأسنان والخلافه مشتركة بين الفرق وغير الفرق. في حال وجود فريق صحي واحد يعني يكون المركز عدد الكادر فيه قليل وعدد السكان اللي يخدمهم قليل، وبالتالي يكون المركز كله عبارة عن فريق واحد والخدمات المساندة من جزء من هذا الفريق. لابد عند تكوين أي فريق أن يكون لديه مسبقا فريق مناوب. يعني أنا كونت فرق سباقيا لأننا عارفين الظروف في أي ظروف تحصل الفريق هو موجود لأي سبب كان، لازم نكون فرق عارفين الفريق مناوب. نفس الشيء على الأفراد، لابد مسبقا نعرف الدكتور الممرض نسق الحالات المدرب الصحي أي فرد في الدكتور الصحي مسبقا يرتب إجازاته وإجازاته السنوية التعليمية انتقال وإبر إحنا عارفين مين اللي يغطي عمله ويكون مثلا لجاز الاقتراح لكل ماشي فيه إنه الإجازات المسبقة المجدولة هي خاصة السنوية قبل كل واحد يعرض الوقت هو حابب يكون فيه إجازة، وبالتالي في مين اللي يغطي. احنا مسبقا عارفين مين يغطي مين في حالات الطارئة، تحصل حالات طارئة مرضية ولا موجود ظرف طارئ ما يوقف العمل، هذا اهم شيء
احنا نحاول نوصل ليه. التواصل مع الأفراد عادة بيكون عن طريق المكالمات الهاتفية من المركز الصحي أو جوالات متخصصة في الرسالة النصية أو أي وسيلة متاحة لهذا المركز لتقديم هذه الخدمات المصالية. طب أنا الحين أنا كفريق، طب أنا كيف أعمل كفريق مع بعض؟ كيف أعمل مع بعض؟ بسيط جدا. أول شيء هنجدول مهام الأطباء، جدول مهام الأطباء إنه إحنا نقول الجدول تعمل العيادات الأطباء وتسليم المدين الموافق لديكم بحيث يتمكن المراجعين من الحجز مع طبيب مباشرة. طيب أنا كفريق كيف أنا كطبيب وممرض كيف أعمل مع فريقي؟ يومياً قبل بداية العيادة نجلس مع بعض 5-10 دقائق بسرعة نراجع قائمة المراجعين يوم أمس، خاصةً إنه حضروا بسرعة بدنا نشوف إيش المحتاجين وخطوة مساعدة. اليوم عندنا المواعين عارفين اللي جاي، مصنع عارفين مين اللي محتاج خدمة أو زيادة أو في المراكز الصحية. الهدف من هذا الفريق يعني يعتقد واحدة مكاملة ومشترك في العمل. الاجتماع الأسبوعي يتم تخصيص 4 ساعات أسبوعية للفريق يجتمع فيها كلهم ويتم مراجعة خطط الرعاية التي وضعها الطبيب للمسجلين في فريقه. تتم جدول الاجتماع مسبقاً ورفع للمسجلين وتعميمها على بقية طاقم المسجد، وفي حال أكثر من فريق يتم جدول هذه الاجتماعات فقط مختلفة حتى لا يتوقف العمل. أين يقع أين يتم الاجتماع داخل المركز الصحي متى خلال أوقات الدوام الرسمي؟ كويس؟ لابد من اختيار عضو من أعضاء الفريق لمنسق الاجتماعات. ليش؟ حيكون هو مسؤول عن إعداد قائمة المرضى المسجلين لنقاش هذا الأسبوع وتحديد الأجندة وتوثيق هذه الأجندة أو منعقلية الأجندة ومناقشة قائمة الأفراد وتصنيفها مع مرضى الرعاية وتوزيع المهام، وهذا شيء أساسي. التواصل مع الأفراد المسجلين وتوثيق قائمة الرعاية التي وضع الطبيب لهم، مناقشة العقبات التي تواجه الفريق ومحاولة الوصول لحلها ومناقشة التوصيات. هذا جدا جدا مهم ولا بد من وجود اجتماع أسبوعي لهذا الفريق يعمل كفريق. طيب. طيب في تحديث الأنظمة الصحية أيضاً الإلكترونية هناك علم وعندها في في صحة الآن لو دخلت عليها حتكون في تهجين جدا حتكون طبيبي نظام مستعد ونشوف المركز لرفع كل البيانات الخاصة بنظام مستعد موعد أيضا يقدر المراجع العلاجي وطبيبه وهكذا لنظام إن شاء الله بالتدريج حتكون هدفها هو الوصول معكم إن شاء الله لتسليم مهامكم. بشكل سريع نتكلم عن أهداف المشروع ومؤشراته، ولكن في بداية المشاركة مع هذا المشروع كيف بدأ؟ رحلة هذا المشروع بدأت ما قبل شهر الجمعة بداية 2020 كانت ضد التقسيم 5 مراكز ب5000 مراجع، ثم التجربة بدأت في سبتمبر 2020 ب30 مركز ب60,000 مراجع. أوكي؟ ثم نجح الموضوع الحمد لله بجهود جميع وأطلق المشروع بشكل 50% بمستهدف 50% من مراكز من المناطق وتجمع مع المملكة بواقع 1,600,000 مراجع وما شاء الله بجهود الجميع تجاوزنا هذه المستهدفات، وبالتالي أصبح هذا المشروع مشروع وطني ذكر تم ذكره في ميزانية الدولة كأحد أهم 4 مشاريع وزارة الصحة، وبالتالي انطلق هذا المشروع ليصبح مشروع وطني وتوسع في 2022 بواقع جميع المراكز الصحية بمستخدم 5,000 فريق و10 مليون مراجع تسجل في هذه السنة. طب ايش هي المؤشرات اللي احنا نقيس فيها؟ يمكن ان يكون لدينا مشروع او اي شيء نحتاج نتاكد من نجاحه بمؤشرات قياس اداء هذا المشروع. تم وضع مؤشرات مهمه جدا،
مؤشرات تقيس انطلاق هذا المشروع، مؤشرات تقيس سير هذا المشروع، مؤشرات تقيس انتاج هذا المشروع، مؤشرات ان شاء الله مستقبل القريب المخرجات لهذا المشروع. فلو ذكرنا مثلا مؤشرات تقيس اطلاق هذا المشروع حتكون تكوين الفرق، مؤشر تقيس الأسرع على الفرق المتجرين، مؤشر عدد الفرع المراكز المطبقة المشروع، مؤشر يقيس الشبكات الموجودة في المناطق التجمعات ولسير المشروع مثلا في مؤشرات الأفراد الذين حجزوا المواعيد مع أطباءهم، الأفراد الذين أتموا فحص الطب الأساسي، الأفراد الذين يعرفون طبيبهم، الأفراد الذين تواصل معهم فترة الفريق، جدول الأطباء، التواصل بين الممارسين الصحيين للإشارات الطبية. لدينا إنتاج لهذا المشروع، إنتاج للخدمات الأساسية، مؤشر زيارة غير مجددة، مؤشر التحليل، مؤشر المختبرات، مؤشر الأشعة، مؤشر تنفيذ البرامج الصحية وتنفيذ النموذج الرعاية بشكل مهم. هو هذا المؤشر في النهاية ستكون هناك مخرجات مهمة جدا، وهذا هو الهدف من الموضوع كله، أن يكون لنا مؤشر يقيس التحكم بالأمراض ومؤشر يقيس ضد الكادر الصحي عن هذا الأداء، ومشروع يقيس رضا المراجعين، ومؤشر يقيس تقليل التكاليف، وبالتالي نصل جميعا إلى ما نصل إليه إن شاء الله من تحقيق الرؤية 2030. هناك إن شاء الله حكونا رجعت هذا الرقم والإيميل لديكم، لدينا خريط في الوكالة المساعدة العلوية لاستقبال ملاحظاتكم، مقترحاتكم، شكاويكم أو أي معوقات تجدونها. الواتساب هذا رقم الواتساب أمامكم، والإيميل أي ملاحظات محفظة فيه تشاركوها معنا، ولكم جزيل الشكر. الآن أفتح المجال بفضل الله للمناقشات اللي حابوا، عندكم أي سؤال تفضل، أكون جدا شاكرة لكم. أي سؤال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أعطيكي العافية دكتورة، أسرتي بس عندي كم استفسار إذا ممكن. تفضلي بالعكس تفضلي. أيوة، السؤال الأول هل أنه ضروري يكون الحالات فيها continuity of care، يعني مثلا زي chronic disease، antenatal care، vaccine، بحيث أن يكون فيها follow up؟ أيوة. طيب سيدي الكريمة، لابد الحقول تكاملية مستمرة وقائية علاجية. تمام. طيب في بعض المراكز اللي مركزنا عادة عدد البيشنت اللي في الحي مو كثير، فهل عادي إذا مثلا شخص مش بالحي طلبت سألناه إذا عادي تكون الفول أب عندنا وملفك موجود عندنا إذا هو موافق؟ إذا أوكي يعني ولا لا؟ أوكي سو فار إتس أوكي، لكن الأولى هو السكان اللي عندهم وتتأكد إنه مو مزاعل، وانت كمان ما عندك ضرورة تكون زائر وسجل في فريق آخر مركز عام. أوكي. بس إنه عادي لو هو موافق إنه ما يكون زائر أو ما يتابع يعني حد ثاني. أيوه. إلى الآن الموضوع اختياري. أوكي. طيب الأشياء اللي تبغونها يعني كتقارير أو كريبت هي اللي بغطيها صح، الأجهزة هي اللي نرفعها يعني في كل أسبوع صح كذا ولا؟ أيوه. هذه مع الدكتورة أمل. في تقارير معينة رفع الفريق حقها، استمروا عليها إن شاء الله. طيب تمام، شكرا لك. الله يسلمك ويسلمك. أي سؤال آخر؟ في زملاء ما قدروا يحضروا في الحضارة، هذا يحتاج لكم ستكرر طول شهر رمضان، وحيكون في جروب الموجود في المنسقين حيحط رابط الحضارات القادمة إن شاء الله. تقريبا اليوم سوينا 4 حضارات، باقينا تقريبا يقول 20 حضرة باقي إن شاء الله إلى 19 رمضان. فتحة مكررة بنفس المحتوى. فالفات اليوم يقدر إن شاء الله، هو مسجل لديك إن شاء الله، وإن شاء الله بعد رمضان حيكون شيء جميل، بلاتفورم جميل. أي سؤال آخر؟
السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. بعد إذنك دكتورة نستفسر، أنا عندي المركز الصحي ما يوجد عندي ممرضين، فهل أشتغل على عندي ممرض 5 أيام تمام في الأسبوع، عندي ممرضة تدفع المركز ثاني تجيني يوم أو يومين في الأسبوع على حسب التكاليف اللي يطلبونها بس مش تبعي، والممرض عندي ممرض واحد. وكم طبيب؟ الطبيب واحد. طبيب واحد. كم عدد السكان؟ السكان جديد قليل جدا. ممتاز. إذا اللي عندهم سكان قليل جدا يرفع المنطقة عندهم، هذا هو محل الحد الأدنى حقهم مش عايزين السكان اللي موجودين، وأنتوا كده يعني محظوظين. ليه؟ لأنه أنتوا أوريدي السكان دول معظمهم سكان، عرفتوا كيف؟ تمام. هم باي ديفولت صاروا تبع المركز أصلا، فاللي موافق منه انه يكون تبع الفريق حتى يتواصل معاه، لما الفريق مع الوقت يشوف شو عيب استفاده حيدخل معاه. يعني نقدر نبدا الموضوع بمرض واحد. ايوه، ما انت اصلا عندك مرض واحد. ايوه تبدا. الله يحفظك. انا لسه بقول لك انه انت مثلا السكان المسجلين معاه وهم حيتغير، هم نفسهم، فانت مع الوقت لما الطبيب يضع خطه الرعايه يصنفهم حتلاقي ان مثلا نقول انه عدد المسجلين عندكم تبع مركز نقول 500، نقول فانتم 500 دول كلهم هم اللي تخدمهم. من ال 500 هذا حتلاقي مثلا 50 عندهم امراض مزمنه، من ال 50 هذول لما نفتح حتلاقي بس 10 كنترول مغير حكيمي، وخمسه منهم تحتاج تعيدهم التحاليل، واثنين منهم يحتاج عدد الدواء، ومن اللي صنفتهم ده كله تلاقي من 500 دول يمكن بس 10 فوق ال 50، ومنهم 10 20 فوق ال 40، وهدول يحتاجوا جو فحص مبكر للسرطان والكولون، والمستعد يحتاجوا ماموغرام. عرفت كيف؟ فانت اوتوماتيكلي ما حتحتاج انك تشوفهم كثير، انت ساعدت المراجع بانه يحط له خطه رعايه، وبدل ما يجيك كل يوم لأي حاجة بسيطة انت خلاص بتكتب هذه خطة العلاج وهذه خطة الوقاية، وانت تحتاج كده وتفحصك المبكر في اليوم الفلاني، انت تحتاج تعيد تحاليل في اليوم الفلاني كل 3 شهور، بعضهم كل سنة مثلا حق السكر كل سنة تحول عشان الديون مثلا. عرفت كيف؟ فانت بتصنيفات هذه تلاقي الناس تقل زياراتهم لانه صاروا ساتسفايد، صاروا راضيين، صاروا عارفين انه ما يحتاج يخاف على صحته، قلقان عارف انه يظهر في المركز الصحي بيدور على صحته وعارف صحته، لان الوضع الان انا كمراجعه عشان ارجع المركز بقعد اقص قصص من جديد كل طبيب واشوف كل طبيب ارجع اعيد وانا باخذ الادويه الفلانيه وانا استخدم ادري، لكن لما الفريق يعرف عن كل شيء خلي كل خطه علاج وقايه انا مطمنه في يوم من الايام الفرمه كبيره ونسيت تلاقي المنسق العام عندي اتصل علي طبيب اذا قدرت تسوي لهم افتراضي باستشاره الطب شو اسمه افتراضي عن طريق صحتي لا انا دي اللي تبغوه. فالأمور صارت فيها سهولة وغير محدودة زي أول. تفضل أي سؤال آخر؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي نقطة واحدة بس أسأل عنها، ما في نقطة بتاعت تسجيل أو مراجعة يعني زمان كنا تفضلي. أيوة السلام عليكم. اي معاكي الو في نقطه واحده بس الو اللي هي معاكي يا اختي معاكي اسمعيني ايوه تسجيل المراجعين للفريق بتاعي زمان باخذهم زمان من العياده نفسها بكلم المريض وانا عند الفريق واشرح له كل حاجه وبضيفه من نفس النظام واحد الى الفريق بتاعي ويكون عارف وموافق صح؟ ايوه يكون من جوا العياده خلاص في منه طبيب دكتور هتكون متابعات يعني كل شيء ممتاز من هنا بيظهر لي في السجل بتاعي التيم بتاعي بيظهر اسمه وبياناته كامله انا لما نحتاج ارجع له كنت برجع للتيم ده وبشوف حمل الهيوانسي بشوف أخذ متابعة جمتها بطلع على كل معلوماته الآن على نظام ما موجود الخانة دي
على نظام الجديد الميلاد مستقبل. أيوة. ان شاء الله كل الامور صارت لها يعني ترانا يعني لو لاحظت المشروع مطلقكم مسار المشروع ترى بدينا نهاية 2020 مشروع مالي لسه فهي بالتدريج من 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 5000 مراجع الى مليون في 100 والان 10 مليون والمملكه فيها اكثر من كده صح؟ فاحنا بالتدريج يعني الانظمه الصحيه ايضا بالتدريج قاعده تتراغم مؤخرا تطبيق صحتي ما كان فيه طبيبي صح؟ اذا بالتدريج كل شيء حيصير ان شاء الله اللي مو موجود الان بالتدريج يعني جهود جباره قاعده تصير لتوحيد كل شيء بحيث يخدم هذا المشروع. هو صار مشروع وطني على فكره مشروع وطني يعني كل الجهود وزاره الصحه وغير وزاره الصحه داخلين فيه بقوه لانه هذا حلم سيتحقق للجميع. فهي اللي انت عندك الحين مشكله ان شاء الله حتلاقيها بتدريج حتتحل يعني ما حد كان يتوقع ما شاء الله ما شاء الله انه تطبيق صحتي حيكون فيه طبيبي صح؟ صحيح. فبالتدريج يعني لو من سنة أنا كنت معظمكم ممكن ما كان يسمع المشروع معنا شغال وهذا بالتدريج إن شاء الله بجهود الجميع وهدفنا من هذه الحضرات التوعوية أنه أنتم الأبطال الميدان تصبروا شوي على المعلومات اللي عندكم في فريق دعم لكم كبير في الوزارة فرق مو فريق واحد إدارات وكالات كاملة كلها قاعدة تشتغل على هذا الشيء وإن شاء الله مستقبل العمر وإن شاء الله ندعي إن شاء الله يصير هذا الشيء لما نتوحد الملف الإلكتروني الموحد يا سلام كل هذه القصص اللي بقول كان زمان ولكن الان احنا مع بعض بنبني هذا المشروع. الان التسجيل ورقه يكون انت الان عندك ملف الكتروني انت ملف اللي انت في مركزك ايش ملف الكتروني ولا ورقه الكتروني خلاص تمشي على الكتروني. طيب كيف يظهر لزميلاتي لما خلاص سجلته على تيم لما نيجي حيطلع موافقين مفروض الاستفهام اذا ما يظهر ترفعوا عندكم الاداره عندكم او المنطقه تقولون لهم والله حقين موعد ولا حقين ان الاتش اي اس عندكم مره مهم يعني حاجه ما هي واضحه تساعدوها على طول. شكرا السلام عليكم. ممكن سؤال يا السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه سؤال اخير و استاذ تفضل. دكتوره لو سمحتي طيب حسب اللي فهمت من البرنامج حق الفريق وهو برنامج جميل جدا انه كل مراجع عنده طبيب هو الطبيب هو المسؤول عنه كل مراجع اي مريض المركز الصحي المفروض يدخل على نفس الطب صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب تمام فرضا ان عنده مريض المريض هذه راجع الحوامل في كل مرة تدخل على دورة الحوامل الدكتورة سيسي تمام؟ أيوه. طيب والمريض نفسها الماسكة الأمراض المزمنة دكتورة صافا تمام؟ وإحنا دحين ما مستقبلا ما حي في حاجة زي كده إنت كمراجعة عندك انت مسؤول عن الامام تحولوا مثلا عادة الحوامل وتحولوا بصوري عادة الحوامل ترجع لك تحول المريض السكري فرضا انت مؤهل ان انت تراجع المريض السكري او تستشير السينيور عندكم بحيث انه شويه ما يمحي في حاجه التفرقه هذه امراض مزمنه مش عارفه ايش هذه الاشياء كلها فرض انه مريضك حتى لو الان حاليا الامراض مزمنه تكون عارف عنه كل شيء ويرجع لك. لا انا ما بقول لك الكلام ده حاليا لانه التقسيم نظام مو نفس لحد الان نفس التقسيم حوامل الأطفال. إيه حتى زميلنا إنه تدريج الأمور حب حب. ما تفاجئ السيستم بتغييرات جذرية ما تحسن بالشكل. فتدريجيا بالتدريج بيدخل النظام الفريق رعاية الفريق التدريج حتى لا يقع السيستم وبعدين نتابع المرضى ما تتأثر. فبالتدريج انت كم عندك فريق 2000 مركزك يخدم 10,000 ولا 8,000 ايش وضعه؟ يعني مستقبلا بالتدريج ان شاء الله بالتدريج بحيث يشمل الكادر الصحي يكون خلاص تمكن من الموضوع المشروع المجتمع وفق في الخدمات المقدمه حتكون الاليه التي تقدم فيها الرعايه الاوليه بهذا الشكل. اي شخص يجي رعايه اوليه فريق يتابع مش
مش كده فوزي، عرفت كيف؟ هذا هو هو هذا الحلم، هو ده الهدف. لكن لازم تبدأ بخطوات بسيطة. ف لانه لو تخيل لو تخيل لو الان كده المدرسه جابت كل اللي عندك انت تتابعها بشكل فريق انتحار استحاله يصير. لا لسه انت كل مش عارف كيف تطبقها، ولا المراجعين مستعدين يستقبلوا حاجه جديده جديده على الناس الجديده عليكم. ف التدريس جدا مهم. لما درسنا الى 10 مليون لانه انت كابطال في المراكز الصحيه ثبتوا جوده رائعه. فقط هي المنظومه هي نفس اللي بتقدم مراجعين، بس مسكنا جزء منهم عشان تصير البراكتس. يقول لك التكرار يعني مش طاري، كل ما انت براكتس انت شريحه معينه من المراجعين تقدمها بروح الفريق حتقدر تقدر تقدمها للباقيين مستقبلا. يعني حاليا نستمر على نفس تقسيم العيادات ونهوي على الاطباء انه حيكون في كذا وكذا. اي بس انت مثلا راح لازم انت في الفريق عندك تكون عارف عنه كل شيء. يعني انت انت مسجل الخطه الرعايه العلاجيه والوقائيه لمريضك، حتى لو راح عياده الامراض المزمنه طالما انها موجوده الحين الى ان يتغير السيستم. يعني تراجع مع المنطقه عندك وتجمع وتشوف ايش وضع المراجعين اللي هم في الامراض المزمنه. فهمت علي الله يحفظك؟ ايوه مثلا طب بلاش امراض مزمنه اسنان ما تشوفه حتروح انت عارف انه راح اسنان صح؟ صح. ممكن يكون مركز تخصصي عندك طبيب عيون انت عارف انه راح يراجع لانه سكري وغيره كنترول وعنده مشاكل في عيون، فحيكون عنده متابعه في عياده العيون. طبعا هذا حلو كمان ان شاء الله نصلي انه يكون عندنا عيادات متخصصه في المراكز الصحيه المتخصصه، ما يحتاج المسكين يروح المستشفى مع المواعيد الثانيه. في في مراكز زي كذا كمان موجوده ما شاء الله، ان شاء الله نكون زيهم احسن ان شاء الله. فانت انت مراجعة بيروح له ويرجع لك، هي الفكره كده يروح ويرجع لك. انت عارف عنه كل شيء. اذا تحول لهم في في افاده راجعه لابد ان نفرش مصدر الاقالات عندكم، الناس اللي وراهم يجيبوا افاده راجعه. طبعا انا نزلت لكم انه على مستويات كبيره حتى في المستشفيات في شغل متكاتف انه حتى الافاده الراجعه ترجع للمركز الصحي. حتى الخاص حيدخل في موضوع عن فكره يعني انا قاعده اقول لهم اشياء جميله قاعده تحصل في المستقبل، بس عشان الواحد يكون عنده هوب. انا انسانه كبيره ترى فكره وافترض على سن تقاعد، فيعني انا شفت كثير فعندي امل كبير في الله وفي ثم في جهود الجميع انه هذا حلم يتحقق يشوفوا اولادي واحفادي. يعني شيء 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 جميل جدا يعني ما هو شيء جديد علينا. يعني انا اشوف هذا الشيء قاعد يصير، انا ممكن اتقاعد وانا مبسوطه. عرفت كيف الله حفظك الله؟ فان شاء الله حبه حبه ما شاء الله دخل سريع حبتين حبتين قدام خطوات تكون اوسع لانه في جهود اخرى متضافره تدعمكم. احنا انتهى وقتنا وانا ما احب اعطلكم في ليله رمضان، والمحاضره تتكرر كثير، وأشكركم من جوا قلبي على الأسئلة الطيبة هذه لأننا بتشيد جميع مسيدنا حرمان، وإن شاء الله نراكم مستقبل في المحاضرة القادمة بعون الله اللي حابب في الشات حفظكم الله. في إيش اسمه رابط في تسجيل الحضور، فضلا عن الأمر رسول عليه وتسجل حضوركم وتشرفونا بتعبئة هذا الرابط. وتقبلوا مني الشكر وتقبل الله صيامكم وصيامنا وتقبل منا صالح الاعمال. نراكم على خير ان شاء الله بامان الله.